السلام عليكم. اليوم شيواتنا ديال فاسيه ان شاء الله غادي تقدم لكم واحد لاباط فيتي معمرين اللي غادي خدرت فيهم هنايا واحد القريعه ديال الشامبينيو ديال 170 غرام، كتكون فيها 170 غرام. عندي واحد جوج بصلات مشلضين، وعندي واحد الفلفله ولا جوج فلفلات حمر صغار، وعندي واحد نص قرعه والشامبينيو خلاص والبصله والقرعه، وغادي نشحرهم بزويته وشي شويه ديال الثومه. غادي ندير الزيت باش غادي نشحروا هادشي، وغادي ندير الثومه غبره ولا طريه، غنشحرهم مزيان نديهم ونجيبهم. هادو غادي ندير فيهم اللي بغيتو نتوما، بغيتو ديروا فيهم الدجاج، بغيتو ديروا فيهم كفيته، بغيتو ديروا فيهم الطون. انا اختاريت ندير فيهم الطون، ولا بغيتو ديروا فيهم شي حاجه شحروها بوحدها غير بالابزار والملحه، سواء الدجاج بوحدو شحروه، سواء كفته حتى هي كذلك تشحروها غير بالابزار والملحه، اولا الطون. الطون راه تيكون دائما بغيتو ديال المطيشه بغيتو ديال الزيت، داكشي على حسب الاختيار ديالكم. صافي هادشي كنشحرو هكذا، تينزل واحد شويه من بعد غادي ندير له شي شويه ديال الابزار والملحه. عندي هنا كنور ديال البنه داما ديال البنه ديال المغرب، غادي ندير واحد الطويبه هنايا، واللي ما بغاش ما يديرهاش ما يديرهاش. غادي نفرتو، مازال كنقول لكم دائما الاختيار لكم، اللي بغى يدير شي حاجه في كوزينتو يديرها، اللي بغى يدير كنور اللي ما بغاش يدير كنور. غادي نشحرها، غادي نرش واحد شويه ديال الابزار لان الخضره ما كنبغيهاش طيب بزاف. كذلك العطريه غير شي شويه، مع واحد رشيشه ديال الملحه باش كتهرس ديك كنور، مع ان كنور راه مالح اي رشيشه. وغادي ندير واحد الحكه ديال الزعتر، من بعد ما حركت درت واحد نص معلقه صغيره ديال الزعتر محكوك. دابا غادي نخلط كلشي، صافي هذه الحشوه ديالنا غادي نخليها تبرد، باش حيت غادي نديرها في العجين المورقه ولا لاباط فيتي غير باش غادي تهرس ليا ولا تقطع ليا. غنخليها تبرد ونرجع لكم. هذا الطون اللي موجده اللي غادي ندخلو في وسط منها. هذه بلادر داخل اللي كنت وريتكم في الوصفه، ما عقلتش عليها ولكن خدمت فيها لاباط فيتي اللي هي هذه. كل مره ملي كنشريها ديال ليدل ولا شي حاجه اللي تتقولوا البنات عليها فيها الكحول الله اعلم، المهم انا كنشري حاجه مزيانه من محلات كبرى، يعني من ما كناخذهاش من ليدل، كناخذها من البرت هين، كناخذها من جومبو، كناخذها من امتي. المهم كلهم هادو مخدماهم دائما من نهار اللي جيت لهولندا وانا كنخدم هادو. وهادي اللي غادي نعمرها دابا. صافي غادي ناخذ دائما هذه بلاستيكه اللي كتكون هنا، وغادي نفرش هكذا، غادي ندير غير معلقه صغيره ماشي بزاف باش تشد لينا. وغادي ناخذ الطون حتى هو كذلك ماشي بزاف. صافي كي قلت لكم اللي بغات دير كفته ولا دير دجاج ولا شي حاجه تقدر. المهم هذا غادي نقبطوها ونديروها هنا في النص، وكذلك هذه نقبطوها ونديروها عليها هنا، ونلصقوها ونقلبوها هكذا، ونضغطوا عليها من الجنيبات ونبركوا عليها هكذا. صافي ونحطوها في الطبسيل، نوريكم وحده اخرى. دائما شويه كذلك شويه الطون، واللي بغى يزيد شويه الفرماج يزيدو، داكشي اختياري. هاد العجين المورق اللي كانوا طلبوه شي بنات بغاو يشوفوه هاني وريته لكم عاوتاني مره اخرى.
كتكونوا جابدينها من المجمد. صافي كنديروا لهم هكذا، كندهنوهم كنضربوا بيضه كندهنوهم وكندخلهم الفران يتحمروا حتى نتلاقاو مع الشكل النهائي ديالهم. هنا كملتهم بوحدهم، رجعت ليكم. هادي البيض اللي طربت، غادي ندخلوهم للفران على درجه الحراره 200، ماشي مجهد الفران بزاف باش كيتنفخوا على خاطرهم، غير 200 وحتى كيتحمروا ويقبطوا اللون ديالهم. بعد هذيك الساعات كان تنخرجوهم. ديك الساعات بغيتو ترشوا عليهم شي شويه ديال الزنجلان رشوا عليهم، ما بغيتو شي خليوهم هكذا، الاختيار ديالكم. صافي انا غادي نديهم الفران يدخلوا يتحمروا ونتلاقاو مع الشكل ديالهم. هذا هو الشكل النهائي ديالهم بعد ما خرجتهم من الفران، هكذا كيجي اللون ديالهم. كنتمنى يعجبكم وتجربوهم حتى نتوما، وبالصحه والراحه، وشكرا للجميع وشكرا للمتابعه. السلام عليكم.